السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنحول ماوس ببطاريات عادية، ماوس وايرلس، ليه نحوله بالشحن؟ يبقى بيتشحن. طبعا الماوسات الوايرلس زي ما احنا عارفين كل شوية بنجيب بطاريات، والبطاريات بقت غالية اليومين دول. فمن الحاجات الظريفة جدا اللي ممكن نعملها ان احنا ممكن نجيب بتوع السجائر الإلكترونية ديت، أو اللي بيدخنوها، اللي عاملة زي الشيشة الإلكترونية، ونفتحها نرمي كل اللي جواها وناخد البطارية دي، بطارية ليثيوم، ومعاها هنا هو دايرة شحن يو سي بي سي. بصوا اهي. طيب نوصلها ازاي؟ طبعا ده الهيتر بتاعنا، ده واصل بسلكتين هنا اهوت، ودي الدايرة انهي واحدة، لا اهي اهي اللي فيها الخرم، دي الدايرة اللي لما الواحد بيشفط، شايفينها من تحت كده عاملة زي الكوندنسر مايكروفون، يعني شبه كده الميكروفون اللي بيبقى مدور كده ألمونيا من بره. هفتحها دلوقتي اوريها لكم. فنستغل ديت، دي من الخردة على فكرة، دي بتتباع في شارع، في سوق الجمعة. يعني ليا صديق اشترى حوالي 30 واحدة ب 15 جنيه من سوق الجمعة. هنطلع البطارية ونطلع الدايرة من مكانها، الدايرة مقفولة ب يعني البلاستيك سايح عليها عشان تتمسك في مكانها، يعني نطلعها. اهي طلعت اهي. هنقطع السلكين دول بس عشان تبقى ايه، تسليك الموضوع سهل. اهي نطلعها بقى كده. في هنا مادة محطوطة على السلكين بتوع الهيتر، نحاول نطلعهم كده بالعافية، الأسود والأزرق. هم طلعوا معايا. وبعدين عندي الابيض والاحمر، دول بتوع البطاريه اللي احنا قصيناهم. وبعدين عندي الدايره اللي قلت لكم عليها اهي. انا الحقيقه الدايره دي انا معرفش جواها ايه، يعني انا ما فتحتهاش خالص لغايه النهارده، بس هي غريبه جدا، يعني محتاج ان الواحد يفتحها ويبص عليها، بس عايزه ميكروسكوب طبعا. بصوا هي شكلها زي الميكروفون بالظبط، بس تحس ان هو كوندنسر مايكروفون. بس طبعا الكوندنسر مايكروفون ليه طرفين اتنين، ديت ليها تلات اطراف، وفي منها ليه اربع اطراف. بس دول تلاتة اهم. فدي يعني دي بتطلع المفروض امبير عالي لانها بتخلي الهيتر يشتغل. فدي اعتقد والله اعلم هي جواها موسفت، والموسفت دوت هو اللي لما بيحصل فاكيوم عند النقطة دي بيبدأ يوصل، يعني الفاكيوم دوت بيعمل زي سيجنال يخلي الموسفت يوصل كهربة الهيتر، لأن الهيتر زي ما احنا شايفين واخد أرضي السلكة السوداء، والسلكة الزرقاء ديت هي اللي بتروح له منها كهرباء عن طريق ان هو بياخد من السلكة الحمراء هنا اهوت اللي ورا ده اهي، اللي هي واخدة من السلكة الحمراء دي. بصوا ثانية واحدة نوسع كده الأسلاك. لو بصينا كده هنلاقي السلكة الزرقاء والسودا دول اللي كانوا بيروحوا للهيتر، اوكي؟ السودا واخدة من الجراوند، والحمرة واخدة من الكهرباء، اوكي؟ الحمرة ديت واصلة لده على طول، وهي اللي بيطلع منها الكهرباء للهيتر هنا هوت لما ده يجي عليه شفط. فطبعا دي يعني دي عايزه تتفتح، بس محتاجه ميكروسكوب. انا ما اعتقدش لو عرفت افتحها حتى، لانها صغيره جدا جدا جدا، يعني القطر بتاعها لو جينا بصينا هنا اهوت مثلا، يعني احنا بنتكلم في حوالي 6 مللي بالكتير، او يعني 5 مللي ونص. دي افتحها ازاي؟ انا مش عارف صراحه. المهم طبعا انا هلغي الكلام ده كله، وهناخد بس الطرفين بتوع البطاريه من هنا،
دول، ودي دايرة الشحن بتشحن البطارية على طول. هنلغي الباقي ده كله، وهناخد برضو من طرفين البطارية ندي للماوس. اوكي، يعني طرفين البطارية اللي رايحين للشحن، دايرة الشحن، هم نفسهم دول اللي هاخد منهم للماوس. وفي السكة هحط زرار اقفل وافتح بيه، عشان الماوسات القديمة ديت ما بتفصل بعد 7 دقايق، يعني لما انا اسيبها كده تقعد شغالة 7 دقايق وبعدين تطفي، ففترة طويلة جدا. ال7 دقايق هعمل لها زرار اون واوف، ابقى انا اطفيها على طول وافتحها. هفضي القصة دي كلها وايه، وافرجكم هنعمل ايه. البطارية اهيت بعد ما قصيناها، تدخل حلو جدا هنا اهوت جوه، تدخل كمان يعني ممكن ندخلها جوه خالص او احطها في الناحية التانية اهي، ونحط الناحية دي الزرار بتاعنا اون واوف، خليه جوه هنا اهو. هنا عندي، انا كنت الحقيقة جربت الماوس ده الاول ببطارية خارجية عشان اشوف الاخبار ايه، لقيته شغال زي الفل. فانا عندي هنا دول الطرفين اللي كان بيتلحم فيهم الزائد والناقص بتوع البطارية، انا كنت بس بجرب، فحطت سلك لونه بامبا للزائد وسلك لونه بني للناقص على اساس حاجة يعني تعرفني، بس انا هغيره هعمل سلك احمر وسلك اسود اذا لقيت عندي يعني، لان انا بحب دايما كود الالوان بيبقى واضح للواحد جدا يعني. وهفك التوصيلات دي كلها واجي لكم نشوف هنوصل ازاي بالظبط مع ايه الفيلم ده كله. طيب كده انا وصلت في البطارية سلك ابيض اسود واحمر اهو، اقرب لكم تشوفوا عشان بس ابقى عارف ده فين وده فين يعني. وخدت السلكين دول وصلتهم في البطارية في الدايرة بتاعة الشحن مكان ما كانت اسلاك البطارية واصلة اهي. هيبقى عندي هنا هوت اول واحدة دهيت الباتري ماينس، وتحت ديت الباتري بلس، وبعدين اليو ماينس دي اللي هو خرج الماينس اللي هيروح للماوس، البلس هو هو لان دي فيها الدايرة بتاعة الحماية من انخفاض فولت البطارية. اوكي، اول ما فولت البطارية يوصل لتلاتة او 2.9 بيروح فاصل تماما الماوس، الماوس مش هيشتغل ساعتها. اوكي، وخدت السلكتين دول دخلتهم هنا كده من الماوس ولحمتهم في البوردة بتاعت الماوس، وادي الماوس شغال اهو منور احمر. هقفل بقى البوردة دي ونشوف هنركب ازاي السويتش ونثبت البطارية ونثبت الكلام ده كله. اوكي كده الدنيا واضحة شوية. البطارية سلكينها رايحين على اليو اس بي سي، واليو اس بي سي خارج منه رايح على الماوس الزائد والناقص. طبعا الماوس قبل انا ما اوصل له، الماوس ده بياخد بطاريتين، البطاريتين يعني 3 فولت. قبل ما اوصل له 4 فولت عن طريق البطاريه ديت، لان هي مشحونه بتبقى 4 فولت، طلعت كل الداتا شيت بتاعت الاي سيات اللي هنا. انا عندي 2 اي سي وعندي السنسور بتاع الماوس نفسه، من الارقام بتاعتهم ومن الداتا شيت بتاعتهم كلهم بياخدوا لحد 5 فولت. فال 4 فولت بالنسبه لي ما فيهاش مشكله، الفولت بتاعهم من 2.5 لحد 5 فولت، فما فيش مشاكل خالص ان انا ايه اوصل. طبعا ما ينفعش اوصل كده على ماوس انا ما اعرفش فولتات الاي سيات بتاعته كام، فلازم الاول ابص على الاي سيات اللي موجوده سواء واحده سواء كذا واحده، شوف الفولت بتاعها في الداتا شيت بتاعتها الفولت بتاعها كام، وابدا بعد كده اوصل او لا. هقفل الماوس، هدخل ده هنا اهوت واقفله، واشوف بقى اثبت اليو اس بي سي. تقريبا هحطها بالمسدس الشمع عشان تلزق، لان حاولت ان انا اشوف مثلا ايه احط افرغ الحته دي واخليها طالعه منها، لقيتها مش هتنفع، البورده بتيجي وراها على طول. قلت تطلع من قدام تبقى عامله زي السلك لو انا حطيت اليو اس بي سي هنا وانا شغال، برضو لقيت ما ينفعش قدام، ما فيش مكان عندي خالص عشان البكره دهيت، فغالبا هسيبها من تحت وخلاص. هقفل الكلام دوت واجي لكم على طول. دلوقتي انا قفلت الماوس وطلعت البطارية والأسلاك كلها من الجزء هنا بتاع البطارية. احنا كنا شايفين الماوس شغال واللمبة بتاعته منورة، انا جيت على السلوك اللي خارجة من البوردة بتاعت الشحن اهي، البطارية واصلة على البوردة نفسها وخارجة من البوردة رايحة للماوس، جيت على البوزيتيف بتاعها ورحت مركب عليه سويتش صغير فقط لغير، قصيته ورحت مركب عليه سويتش صغير. لما ادوس على السويتش الماوس يشتغل، لما اقفل السويتش الماوس ايه يقف. فاضل فقط لغير ان انا اروح مثبت ده هنا كده بمسدس البلاستيك، ودي وراه هنا اهوت بمسدس بلاستيك برضو، والبطاريه جوه احطها بحيث ان هي ايه تبقى ثابته برضو بمسدس البلاستيك. هظبط دول بمسدس بلاستيك واجي لكم تاني عشان نشوف الشكل النهائي بتاعه يعني. وبكده نبقى خلصنا. ادي التوصيلات اهيت، عندي الزرار اهو لما افتحه الماوس بيشتغل، اطفيه. البطارية اهيت واقدر اشحنها من هنا، هدخل لكم عليها زوم كده نشوفها.
يعني طريقة التثبيت دي راجعة لكل واحد. يعني انا عشان الماوس ده قديم يعني قوي ومالوش قيمة يعني قوي، قلت اعمل عليه بس الفيديو ده اعرفكم ان احنا البطاريات السيجارة الإلكترونية والفيب، الحاجات اللي هي البورتابل اللي بعد ما تخلص بترمي في الزبالة، يعني مفيدة جدا جدا في الحاجات دي، لأن حجمها صغير بيدخل في أي حتة، أقدر أحطها جوه أي حاجة، ودي على فكرة الأمبير بتاعها عالي لأن بتشغل هيتر، والهيتر بيسحب طبعا تيار جامد جدا جدا. فدي كانت طريقة ازاي ان انا ايه اشغل ماوس بالبطاريات عادي، احوله لان هو يبقى ريتشارجبل. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.